في الدقيقة 25 وسط اللاعب أشرف الخلفاوي، وكان لقاء الذهاب الرباط قد انتهى بالتعادل 0-0. وتأتي نقطة تحول في هذه المقابلة في الدقيقة 75 بدخول لاعب علي بواب عوض خالد المعروفي. علي بواب سيتمكن في الدقيقة 86 على إثر هذه القذفة من تسجيل هدف التعادل لفريق الجيش الملكي، هدف الذي فاجأ حارس مرمى النادي الإفريقي اللاعب خالد عزيز. وبرغم المحاولات بعد ذلك النادي الإفريقي، تمكن فريق الجيش الملكي من الصمود والحفاظ على هذا الامتياز التعادل هدف لمثله الذي أعطى التأهل لفريق الجيش الملكي للدور الثالث من منافسات كأس الكاف. إذن المواجهة المغربية التونسية الثالثة خلال هذه السنة أعطت تفوق لفريق الجيش الملكي.